مع زيادة حالة عدم اليقين بعد أن حطمت أسعار الغاز مستويات قياسية وألهبت سوق الكهرباء، جاء انعقاد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل في محاولة اتسمت بحالة من الهستيريا في مواجهة أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية، على وقع الخلافات وتضارب المواقف من خطة المفوضية الأوروبية في ورقة من 5 نقاط على طاولة المحادثات ومن جدواها في مواجهة ما قد يشير إلى سيناريو الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، إثر ما اعتبره الاتحاد الأوروبي تعطيلا متعمدا من موسكو لتدفقات الغاز. ورقة المفوضية التي تمحورت على خفض استهلاك الكهرباء والحد من إيرادات شركات الطاقة وإعادة ضخ الأموال للأسر الأكثر ضعفا وتحديد سقف الأسعار لم تفضي مفاوضات صعبة إلى اتخاذ أي قرار، ريثما تكثف المفاوضات في وقت لاحق. نحتاج إلى مزيد من العمل بكفاءة والإعداد لحل توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي مع المفوضية الأوروبية من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة في أقرب وقت ممكن. الباب ترك بذلك مفتوحا أمام إمكانية فرض حد لسعر الغاز الروسي مقابل تأكيدات موازية على فرض حد للسعر على جميع الغاز المستورد في الأثناء التي تباينت الحلول التي تتبعها الدول الأعضاء بشكل كبير حتى الآن، فيما طلبت الرئاسة الدورية التشيكية المصادقة على الحد الأقصى لأسعار الكهرباء بسبب معاناة المستهلكين والشركات من أزمة تكلفة المعيشة، الأمر الذي رفع من نبرة التحذيرات والمخاوف مما وصفتها دول كبلجيكا وغيرها بكارثة اقتصادية واجتماعية حتمية على الناس إذا لم يتم فعل شيء، وما زاد ذلك من اضطرابات في المزاج العام في الشارع الذي راقب الاجتماع عن كثب. جزء من المشكلة هو أن ارتفاع الأسعار تسببه المضاربة في السوق والآلية المتبعة لخلق الأزمة، وأعتقد أنها ستكون أكثر ضرراً من الآن. الظروف الاجتماعية يعني مدمرة، يعني الناس تدمرت بعد كورونا وهذه حرب في أوكرانيا، يعني الأسعار ارتفعت والإيجارات ارتفعت وفواتير كهرباء وغاز، ونحن نعتمد كثير على الكهرباء والغاز. رغم ذلك فإن إعلان الاجتماع بأنه لم يتم إقرار أي شيء بعد تقاطع مع تناقضات بين رواية المفوضية عن الاجتماع وبين ما أعلنته الرئاسة التشيكية في سياق مغاير، وما زاد ذلك من حالة عدم اليقين السائدة. أوروبا التي كان حذر مراقبون من أنها تطلق الرصاصة على رأسها جراء عقوباتها على روسيا يتضح ويكاد بأنها قد لا تكون أفضل حالا بعد هذا الاجتماع الطارئ في بروكسل، خاصة بعد أن وضع بوتين أوروبا أمام خيارين اثنين أحلاهما مر، وبعد شماتة أردوغان المخجلة وإعلانه العداء لأوروبا علنا، بما في ذلك مقايضة إيران كمورد للطاقة إلى أوروبا مقابل اتفاق في برنامجها النووي. لقناة اليوم من بروكسل، كريم بغسان.